وسط هاد الغابة ديال الزيتون يقع ملعب مزيرة، ملعب شهير كيعرفو القاصي والدهني، جماعة بني الوليد ومن الجماعات المجاورة. أرضيات هاد الملعب كتحكي قصة من جيل لجيل، أرضية شهدة على أسماء دازت من هنا ومباريات تلعبت فوق هاد الأرضية. هنا حيث كانت المتعة، وكان التنافس، وكان أيضا الجمهور الدواق العاشق للمستديرة، وكان فريق اسمه مستقبل بني وليد. قصة مسار ومسيرة، فرجة طيبة أرجوها لكم. السلام عليكم، تحية رياضية لجميع المشاهدين، وتحية رياضية للأخ بوجمعة، أستاذ بوجمعة كرمون على الاستضافة. نقدم لكم نفسي، سي عبد الغني بوسطاحة، مواليد 1975، المستوى الدراسي نيفو باكالوريا. الموضوع اللي جينا نتكلموا عليه هاد الأمسية هذه هي كيفاش جاتنا الفكرة أنه نوجدوا واحد الفريق، نديروا نأسسوا واحد الفريق كان سميتو مستقبل بني وليد في سنة 1998. نبداو من قبل 1998، حيت كان واحد الفريق في بني وليد كان كيشارك في التظاهرة ديال القسم الوطني الثالث، اللي كان الرئيس ديال الجمعية هو السي عزيز البقالي ذكره بخير. كنت انا مشارك معاهم، كنت كنلعب الكرة والحب ديالي للكرة وداكشي، ولكن في ذاك الوقت كان تم المنع ديالي من المشاركة مع ذاك الفريق، نظرا لان الناس اللي كانوا مكلفين بالفريق خافوا عليا، مع النظر لانني انا مصاب بمرض السكر، وما خافوا عليا ان وقع لي شي حاجه في الملعب ولا شي حاجه، قالوا لي لا ممنوع تشارك، مع العلم ان هو الرياضه كانت مزيانه لمرض السكري، وهما النيه ديالهم كانت حسنه. من بعد ذاك العام هذاك مشيت لتاونات، قريت في تاونات في المستوى الاول السانكي ماني الليسي، شاركت في البطولة ديال الأحياء ديال تاونات بواحد الفريق سميتو مغرب التاوناتي. من بعد ديك المشاركة تم الانتقاء ديالي لواحد المنتخب كان سميتو منتخب تاونات، اللي كيختاروا اللعابة من الأفرق من فرق الأحياء. من بعد اختاروني المنتخب تاونات، اخترت الفريق ديال القسم الوطني الثاني ديال اتحاد تاونات، الفريق ديال اتحاد تاونات ديك الوقيته ديال موسم 1994 1995. من بعد 1995 1996 ساليت الدراسة ديال ما سهلش الله، ما جبتش الباك، جيت لبني وليد حليت محل ديال التصوير استوديو. تما طاحت عليا الفكرة انني نأسس واحد الفريق من الدراري صغار، وسميته مستقبل بني وليد. جمعت الدراري ديال معدل العمر 13 سنة 14 سنة حتى 15 سنة حتى 15 سنة، وبقينا كنترينيوهم يعني ثلاثة المرات في السيمانة، ونديروا ماتش نهار الأحد كتسمى بحال ماتش تيست، المهم مع فرق مجاورة ولا فرق معنا في بني وليد. من بعد واحد 3 سنين ولا 4 سنين، بعد ما كنا كننظموا تورنوات في رمضان وفي الرباعي، وكنت كنشارك بداك الفريق هذاك، وكان فريق منظم والدراري مخلقين وكانوا كيسمعوا وكانوا كيترينيو، ما كانوش كيغيبوا على لونطريمون نهائيا، وكنا كنترينيو الشتاء وفي الحراره. حتى لواحد الوقيته كانوا شي واحدين كيضحكوني قالوا واش نتوما حماق كترينيو في الشتاء وفي ديك الحراره. المهم حنا كنا مولوعين كرة القدم، واستطعت ندير واحد التوليفة ديال الفريق، واحد المجموعة، كنا مجموعة كعائلة وكأصدقاء وبزاف الحوايج واحترام بيناتنا، حتى عطات واحد الصدى تقريبا في الإقليم وفي المناطق المجاورة، كانوا كيجيو كيتفرجوا فينا الدراري وكيشجعونا. من بعد
واحد النهار جا السيد السي حكيم الدوازي اللي كان كاتب العام ديالنا ديال الجامعه، مشى قال لي عبد الغني ممكن تصاوب جمعيه، اللي خصك دير واحد الجمعيه وتشاركوا في التروازيام ديفيزيون ولا سميتو. طيح لي فكره الجمعيه، انا ما كنتش عارف الجمعيه ديك الساعه. مشيت للتاونات لعند الشبيبه والرياضه وجبت القانون الاساسي والقانون الداخلي واسست جمعيه بالفعل، ودرنا فيها الرئيس كان السي عمر قدي ده الله يذكره بخير من هذا المنبر، كنشكرو بزاف، لان لا ما كانش كما كانش هو السي عمر ما كناش نوصلوا في ديك البطوله الوطنيه ديال القسم الثالث، لانه هو ضحى معنا بالمال وبالوقت ديالو. الصراحه كنشكروه بزاف من هذا المنبر. تسجلنا فعلا في التروازيام ديفيزيون، وكنا كنشاركوا في البطوله الوطنيه مره بولمان، فاس، في هرمامو، في عين شقاق، في البهاليل، المهم في بن سوده، شاركنا شي ثلاثه د المواسم تقريبا، ثلاثه ولا اربعه د المواسم. من بعد ديك اربعه د المواسم المهم كان القضيه ديال المال ما متوفرش، لان راك عارف البطوله الوطنيه راه خصك ترونسبور، خصك الماكله الدراري، وخصك بزاف د الحوايج. كنا كندبروا من هنا ومن هنا، وكان السي عمر مسكين بعد خطره كيخلص من جيبو، وشنو ما كناش كنجبروا منين نجيبو المصاريف ديال، يعني اضطرينا اننا نتوقفوا. ومشكل اخر اللي كان عندنا هو التيران، الملعب تاع ولا في عين عائشه، يعني بحال اللي حنا ديما خارجين. هذه مشاكل اللي جعلتنا اننا ننسحبوا من البطوله. من بعد المهم غير انسحبنا عام تقريبا، والعام الثاني عاوتاني درنا واحد التشكيله واحده اخرى كانوا شاركوا فيها الدراري، كنت انا معاهم عاوتاني درت لهم كمدرب. ومع المهم كان دخلت شويه السياسه في الرياضه، وانتم كتعرفوا ملي كتدخل السياسه في الرياضه كتخسر كل شيء، ويعني وقع اللي وقع، والفرقة يعني تفرسكات كما كنقولوا. وهي كانت تجربة فعلا تجربة مزيانة، واستفدنا منها وتعرفنا على أصدقاء في المناطق المجاورة كاملة، ولا في الإقليم تاونات ولا تفاس، أصدقاء ديال الرياضة، ناس ديال الرياضة، واللي مازال دابا كنتلاقاوهم وكعندنا علاقات معاهم مزيان. وبالنسبة حاليا مهم هذه التجربه كنا دوزناها، وكنتمنى بني وليد دابا حاليا راه كاينه واحد الجمعيه ديال سميتها الشعله، شعله بني وليد، شعله الرياضه بني وليد، اللي كتاسست في هاد السيمانه الاخرى. زعما دراري كنتمنى من سكان بني وليد انهم يعاونوهم لا ماديا ولا معنويا، لان داك الشيء كيرجع باستفاده للشباب بني وليد، راه ماشي اللي في المكتب هو اللي كيستافد، ما اللي في المكتب راه غير كيضيع وقته، راه غير كيهرس له وقته وكيضيع وقته يعني كيناضل من اجل انه يبين بلاده، ولكن اللي كيستافد هما الشباب والدراري اللي خرجوا انهم ما يتبلاوش بالحشيش، ما يتبلاوش بالمخدرات، مهمه على العموم، وانه يتبلى على العموم، وانه يتبلى بالرياضه ويعمر وقته بالرياضه. وهذا راه كيلعب دور مهم، الرياضة كتلعب دور مهم بزاف في حياة الإنسان، كما لعبت معايا أنا، لأن المرض السكر راكم كتعرفوه، يعني إنسان راه 10 سنين عاوز، راه دابا 34 عام وأنا مريض بالسكر، يعني الرياضة هي اللي وقفت معايا، وهي الحمد لله اللي جعلتني أنني يعني من ما يوقعليش بزاف المضاعفات في الجسد ديالي، والحمد لله. هذه المهم كانت تجربة، وكنتمنى الشعله، الجمعيه ديال الشعله الرياضيه لبني وليد، انها تستمر في العمل ديالها بالنسبه للدراري الصغار، وتركز فعلا وتركز اساسا على الدراري الصغار، على الفئه الصغرى، على الفئات الصغرى كامله، تركز عليهم لانهما المستقبل، هذا هو المهم. وكنشكروا سي بوجمعه مجددا على الاستضافه، لهاد البادرة الطيبة، كما كانت بادرة من عند واحد الجمعية ديال مجلس الشباب ديال بني وليد، اللي كانوا استضفوني وداروا لي تكريم
هما الوحيدين اللي في بني وليد صراحه اللي كانوا تفكروني واحد الوقيته وداروا لي تكريم وعطاوني شهاده تقديريه. كانوا داروا واحد اسبوع ثقافي بشراكه مع الجامعه ولا مداروش، وعطاوني واحد الشهاده التقديريه. ها هي اللي كتشوفوها مورايا، ها هي هادي وهادي. وكنشكرهم بزاف من المنبر، وكنتمنى ان تعود الرياضه لبني وليد. وشكرا وشكرا بزاف علي، الله يعاون وسمح لنا لا طولنا عليكم. السلام عليكم ورحمه الله، تحيه رياضيه للجميع، وشكر خالص للاستاذ بوجمع القرمون على هذه الاستضافه في برنامج ضيف الجمعه اللي تحت لنا الفرصه اننا نتواصل مع بعض الاصدقاء القدامى. صراحه هي فينا واحد غريزه قديمه ديال مزياره وبني وليد بصفه عامه، للرياضه في بني وليد طعم خاص وبالاخص كره القدم. صراحه دوزنا مرحله لا تنسى، مرحله جد جد رائعه، وشكر خالص للاجيال القديمه لفريق بني وليد، من بينهم محمد المسياح، محمد اطفاي، احمد اطفاي، رشيد عبد الصادق، المهدي الفاتحي، خالد الفاتحي. قائمه طويله كانت بني وليد تعج بالمواهب. صراحه دوزنا فتره زوينه، كنا كنمشيو تنتفرجوا في مزياره في الاجيال السابقه، وكان عندنا واحد الشغف وواحد الهدف اننا حنا يجي واحد النهار ونلعبوا مع هاد اللاعبين اللي كنا كنفتخروا بهم تنعتزوا بهم، وكانوا اصدقاء ديالنا، والحمد لله تعلمنا منهم اشياء كثيره. فضل كامل تيرجع لهم، بالاخص محمد اطفاي واحد الوقيته انه هو اللي تبنانا وخدم علينا مزيان، وكنا تنترينيو وحاضرين في التدريب وبجديه وعطاء وكفاءه. والفضل الاخر تيرجع لعبد الغني بوسطحه، مؤسس فريق مستقبل بني وليد اللي ضحى بالغالي والنفيس من اجل هذا الفريق. صراحه تنشكره من هذا المنبر، وشكر خالص لرئيس الفريق عمر قديده اللي كان يعطي اشياء كثيره للفريق، وتيضحي هو بالغالي والنفيس ومن ماله الخاص، وتسمح في وليداته وتمشي معنا. يعني دوزنا مرحله صراحه لا تنسى. ومزياره ملعب معروف في الاقليم وبالضبط في الدواوير المحاديه لبني وليد. بني وليد كانت دائما في القمه من حيث الرياضه والانشطه الثقافيه، الان ما بقيناش نشوفوا هذا الشيء. هذا علاش؟ الله اعلم، حيث بني وليد فيها طاقات، فيها مواهب ضائعه صراحه، خص الشباب ما لقاوش فين يفجروا داك الطاقه ديالهم. ما كرهناش اللي يتبناهم واللي يوقف معاهم باش يوريهم الطريق الصحيحه باش يفجروا الطاقه ديالهم وهاد الموهبه هذه، حيث الا ما كانش عندهم اللي يدعمهم والمساندين وملاعب مثل ملاعب القرب اللي تنشوفوها في المدينه، راه ما كاين والو. يعني الطاقه ربما يفجروها في المخدرات وفي اشياء اخرى تافهه. ودابا بدينا تلاحظوا بعض الجمعيات، بينهم جمعيه الامل الرياضي وجمعيه الشعله، يعني حياو فينا هاد الذكرى هادي، وسيرتو جمعيه الشعله اللي بينت لنا ملعب مزياره، يعني بداو تعاودوا الترميم ديالو. صراحه مبادره طيبه، وكنحيي هاد الشباب من هاد المنبر، نتمنى يوصلوا على هاد المسيره هادي، يوصلوا يلقاو الدعم المادي ومعنوي باش يطوروا من هاد الشباب ومن الرياضه بصفه عامه، ولما لا حتى هما يبنيو فريق اللي يمارسوا القسم الشرفي حتى هما، كما تنشوفوا فريق نجم بهوده، فريق نهضه تيسا. يعني صراحه الناس واقفين معاهم وتيدعموهم معنويا ماديا، هادشي اللي بغينا، هذا هو الهدف ديالنا. وحنا راه الاشاره ديالكم في اي حاجه وفي اي استشاره مرحبا. وتنبغي نشكر جميع الاصدقاء.
وبلا ما نطولوا حيت مازال الاصدقاء غادي يزيدوا يهضروا وتعرفوا عليهم اكثر، وتحيه خالصه من اعماق القلب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا وقبل كل شيء نتفضل بالشكر لقناه ضيف الجمعه للاستاذ بوجمعه قرمون على هذه الدعوه لاسترجاع ذكريات الماضي الجميل ونحن كاطفال مرورا بمرحله الفتيان وكشباب لمنطقه بني وليد مولوعين بكره القدم. ففكره كره القدم كانت تمثل لي والاصدقاء المدعوين لهذه الحلقه، كان شغلنا الشاغل انذاك ليس لسبب ما ولكن لسبب واحد، وهو ليس لدينا البديل، الا ان هذا البديل كان هو السبب في خلق الجو الرياضي وهو ملعب نزيارة بكل صراحة، فهو رمز من رموز بني وليد الذي يعني لي وللكثير من الإخوان كمتنفس وحيد ولجميع اللاعبين على الصعيد المحلي، بحيث كانت تنظم فيه مجموعة من الدوريات للفرق المحلية متمثلة في فريق مستقبل بني وليد، أنا ذاك كان أمل بني وليد، كان فريق في الناسة، فريق جزار، فريق السبت المعروف السبت متيوا، فريق الميزاب، فريق الزيامة، فريق عين عبدون. فكنظن بسبب هذه المنافسات المحلية كان لها الفضل في تكوين فريق مستقبل بني وليد. فعندما نتذكر هذه الفرق نتذكر التداريب بهذا الملعب والتضحية الرياضية من جميع الإخوان. هالتضحية كانت النتيجة ديالها هي أن تكوين جيل ذهبي في ذاك الوقت، وليس في الرياضة فقط وإنما كان جيل ذهبي بكل صراحة في الأخلاق، في القيم، في الاحترام، في التقدير. وأذكر جميع الأسماء بحكم كإخوة كنا، مثل صوفي محمد، توفيق الصفيوي، حميد الخمسي، خالد الخمسي، عبد الغني مصطاح، نبيل الأزرق، رضا الشلاق، نور الدين فران، هشام الصفيوي، هشام قرموش، محمد غنو، عبد الغني صديق، كاين حافظ الغلمي، لائحة طويلة بكل صراحة اللي ميمكنش نستثنيو منها. كذلك الأطر الغيورة وفي جعل الاسم لهذا النادي اللي هو مستقبل بني وليد عن طريق السي عمر قديدة الذي كان له الفضل الكبير، وكان بمثل كان هو الممثل الأول والرئيس الأول، وكذلك السيد عبد الغني بوسطحة كعامل للفريق، ومجموعة من الإخوان ليلتحق الكثير فيما بعد للمكتب الرياضي. وكان الهدف واحد من أجل الانخراط في القسم الوطني الرابع لجهة تونات فاس وتازة. فبالرجوع لملعب مزيارة ما يمكنش ننسوا الفريق الأول الكبار الذي كان يمثل حافز أساسي في إعطاء واحد الدفعة للمجموعة من الفرق، وكذلك إعطاء مجموعة من التكوينات لفائدة شباب المنطقة. أتذكر منهم السي محمد أطفاي الذي جوبونس يقطن بالديار الديار الغربية جوبونس هولندا، والسي محمد مسياح، وعبد الغني بوسطاحة. ثم فيما بعد ليلتحق الأستاذ الخالوق علي كمدرب أساسي للفريق مستقبل بني وليد بالبطولة الوطنية قسم الرابع. فأظن كل الأطر التقنية والإدارية قامت بواجبها، قامت بالتضحية من أجل شباب المنطقة، فتحية خاصة لهم رغم الصعوبات الإمكانيات المتاحة من طرف السلطات المحلية والإقليمية. فأنا بدوري من هذا المنبر سي بوجمعة كنشكرك وفي استرجاع ذكريات الماضي الجميل، وكنتمنى تكرر مثل هذه الأجواء الرياضية مرة أخرى ببلدتنا الجميلة، وتحية رياضية للجميع. السلام عليكم ناس ديال مدينة بني وليد، أنت الطربيشة ديال بليندا. مهم سي بوجمعة القرمون شكرا على الاستضافة، نخلقوا شوية المرح. هشام قرموش لاعب سابق بفريق مستقبل بني وليد،
نحكيو على التجربة ديال ما قبل المستقبل. كنظن أنا وواحد السيد اللي عزيز عليا هو السي محمد الصوافي، من هذا المنبر كنوجه له الشكر، اللي كنا اللي عشنا تجربة بين الجيل السابق والدراري ديال المستقبل. عشنا مع السي محمد المسياح، السي محمد أطفاي، عبد الغفور الغلمي، مهم اللائحة طويلة ما غنذكروش كل شيء نظرا لضيق الوقت وعندنا الوقت محدود. ومن بعد احنا لعبنا مع هاد الناس اللي كانوا في الحقيقة قرونا الأباجديات ديال كرة القدم، عاونونا وكان واحد الاحترام، كان واحد الجو عائلي. من بعد الفكرة ديال تأسيس المستقبل بني والد، جزيل الشكر للأخ عبد الغني بوسطاحة، من بعد تكونت الجمعية والفضل يعود للسي عمر القديدة والسي علي الأستاذ الرياضة اللي كان أستاذ التربية البدنية. في الحقيقة كانت واحد تجربة رائعة جدا، بحكم أنه ضحينا بالوقت بالمال. أنا في ديك الحقبة كنت نائب الرئيس، واخا كنت كنلعب كنت نائب الرئيس ديال السي عمر. أنا اللي كنت مكلف بجميع الوثائق بما يخص العصبة، بحكم أنني كنت بعد الدراسة في الجامعة فاس، ألور ضروري أنا اللي كنت كلف بلي بوردور ومهم بكل ما يخص الأوراق الإدارية. ومن عندي أنني أنا اللي كنت كلف السي إدريس الله يجازيه بخير كان كيعاوننا. المهم كان العائق الكبير بالنسبة لأنه الجمعية ولا المستقبل أنه ما نزيدوش للقدام، ما نقولوش ما نزيدوش للقدام بمعنى مهم، استفدنا بزاف مسائل مادية، ما كانش عندنا الفلوس بحكم أننا كنا كندورو في الصينية في السواق. أنا مشيت بالصينية معايا رضا الشلاق، الغلمي، شكون الحجبي يونس، مشينا المرنيسة، مشينا للسبت، كنا كندورو الأسواق باش تاليت السيمانة نلقاو باش غنخلصو لي زاربيت ولا قدر غناكلو واحد الساندويتش في الفانتكات فاس بالمعقودة وغندخل تلعب الماتش. ولكن كنا كنتغداو بديك الفلوس ديال اللي كنجمعو في السوق، راه كنتغداو كنضربو الكفتة. مهم شوية ديال الضحك، حيت أنا شفت كاع الحلقات السابقة ديال السي بوجمع القرمون، ضروري كاع الناس مهم شوية ديال السيريو، ما كاين باش نخلقو شوية ديال الجو ديال المرح. وكما قال لي أنه الوقت غيكون محدود، أنه التجربة راه تا يومين تا تلت أيام تا شهر ما غتكفيناش باش نهضرو على التجربة. المهم من هذا المنبر كنوجه تحية كبيرة للسي بوجمعة على هذه الاستضافة، وكنوجه واحد النصيحة للشباب ديال بني وليد أنه يمارسوا الرياضة. وراني شفت الجديد تكوين ديال ولا تأسيس ديال واحد الجمعية ديال الشعلة، نتمنوا لها أنها تمشي مزيان. وجزيل الشكر لواحد جوج الناس، السي عمر القديدة والسي علي، راه نسى السي عبد الغني وقيلا ما ذكروش، وتحية رياضية. وشكرا جزيلا لكل سكان مدينة بني وليد. السلام عليكم، أمسية سعيدة من مدينة نوشاتل بسويسرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم الإخوان اللي كانوا معايا في نادي مستقبل بني وليد والطاقم ديال النادي، وشكرا الأخ السي بوجمع قرمول اللي عطاني هاد الفرصة باش نحكي على ذكريات ديالي مع مستقبل بني وليد والمسيرة ديالي. أولا باش بلا ما نطول عليكم، نشكر الأخ عبد الغني بوسطاحة اللي كان له دور كبير في هاد النادي هذا، وذلك من خلال تنظيم دوريات رمضانية وفي العطل. ولكن ما نساوش من بعد أن السي عمر الرئيس ديال النادي اللي تهو اللي ضحى بالغالي والنفيس، وكان له دور كبير في هذا النادي اللي ضحى ماله خاص. وبلا ما نطول عليكم الإخوان، بغيت نعودكم يعني السبب اللي خلى النادي هذا مازالش القدام، اللي هو سبب مادي 100%، لأن الدعم ما كانش عندنا الدعم حتى شي جهة. وشحال من المرات كنا عند ظروف السوق بالسينية
الاسواق الاسبوعيه باش نجمعوا باش نخلصوا الحكام، لان ما كانش عندنا الدعم حتى شي جهه، ومع ذلك ما كملناش لان يد واحدة لا تصفق. ولما نطول لكم باش ما نخلي الكلمه للاخوان كاملين، كنشكر واحد السيد حتى هو اللي كان عنده عامل دور كبير في هذا النادي مستقبل بني وليد، اللي هو الاستاذ علي اللي كان يسمع في وقته مسكين ويجي يحضر معنا المباريات وفي التدريب. وهاد الثنائي سي عمر ولا سي علي يعني كنحييهم بزاف، لان الاسبوع ديال العمل واجي ديك الويكاند يعني يسمحوا في وليداتهم ويمشوا معنا المباريات، يعني نحييهم على المنبر. وشكرا شكرا بزاف للاخ بوجمعه على هاد المبادره هادية. وبلا ما نطول لكم، المشكل المادي هو اللي السبب ديال هاد توقف هاد النادي هذا، لان واحد العام ما كملناش البطوله، والسبب هو ما لقيناش باش نخلصوا الحكام والتيران. وشكرا اخ بوجمعه، شكرا بزاف بزاف، وشكرا جميع الاخوان اللي كانوا معنا في مستقبل بني وليد من داخل بني وليد ولا من الجماعات المجاوره بحال بوهوده وطار السوق تيسا بوعادل. وشكرا بزاف وتحيه رياضيه للجميع. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين لاباس؟ كلشي بخير، نتمنى من الله تكون على خير وبخير. معكم توفيق الصفيوي لاعب مستقبل بني وليد سابقا، وبغيت نشارك معكم هاد السهره ان شاء الله اللي غتكون في المساء في ضيف الحلقة مع الأستاذ مجمع قرمون. وبالنسبة للفريق مستقبل بني وليد، التجربة اللي كانت معاه كانت رائعة جدا صراحة الله، كانت من أجمل الأيام، الزمن الجميل بجميع الصفات ديالها، من اللاعبين من الطاقم اللي كان معانا من الرئيس، كل شيء كان الحمد لله، كانت تضحيات وكان كل شيء وكان الامبيونس، اللهم لك الحمد، داز داك شيء زوين. وكنتفكر ديما الايام زوينه مع الدراري، وخصوصا المؤسس ديال النادي اللي هو عبد الغني بوسطاحه، كنشكرو بزاف حيت كان بالنسبه لينا حنايا اخ وكل شيء فيه. كان التدريب ديالو كانت معايا زوينه، والحمد لله داز داك شيء زوين، اللهم لك الحمد. وحتى اللعابه اللي هما بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، راهم معروفين كاملين، دازت العلاقه طيبه بعضياتنا، وش غادي نقول لك؟ الحمد لله على كل حال. ومستقبل بني وليد راه كان في واحد الفتره كان غادي في واحد نطاق واحد السياق زوين، وشاركنا في بطوله وطنيه قسم الوطني الرابع، واحد السنه كنا وقيله حتى لينا مرتبه الرابعه يمكن الرابعه، والحمد لله دوزنا يعني مسار زوين معاهم، اللهم لك الحمد. ونتمنى من الله هاد واحد الجيل دابا راه كاين، دابا راه سمعنا بان شعله بني وليد هذه جديده، نتمنى من الله حتى هما يمشيو في واحد السياق مزيان ان شاء الله، وتكون شي نتائج مزيانه ان شاء الله بحول الله. حنا واخا دازنا في ظروف شويه قاسيه شي شويه، ولكن الحمد لله الرياضه هي كلشي، الروح الرياضيه عندنا هي الاهم، ما تهمناش اننا واش كنقلبوا على الفلوس ولا ما كنقلبش على الفلوس، لا بالعكس كنعجبنا غير داك نخرجوا نبدلوا الجو ونضحكوا بعضياتنا ونشوفوا مناطق وحده اخرى عمرنا ما شفناها، وهادي وهذا هو الاهم من هادشي كامل. والحمد لله على كل حال، وكنشكركم وكنشكر اللاعبين كاملين اللي غادي يكونوا في السهره هادي، لان شحال ما شفناهم ان شاء الله. وشكرا للسي بوجمعه على هاد البديله الطيبه اللي درتي، وجمعتينا شحال ما تلاقينا مع صحابنا وما شفناهمش العزاز، ونتمنى من الله تكون سهرة طيبة إن شاء الله بحول الله. وشكرا سي بوجمعة، الله يحفظك، وشكرا للجميع الأصدقاء اللي سلمنا عليهم واللي ما سلمناش عليهم، كل شيء مرحبا. السلام عليكم، معكم عمر القديدة، تحية طيبة للأستاذ القدير سي بوجمعة وكل متتبعي هذا البرنامج. قبل ما نبدا في الموضوع، أشكر سي بوجمعة على هذه الالتفاتة وعلى هذا البرنامج الذي أعتبره صلة وصل بين الماضي والحاضر، والذي جعلني أتذكر أيام جميلة عشتها مع الجيل الذهبي، جيل كرة القدم آنذاك.
ويتمثل في تأسيس النادي الرياضي مستقبل بني وليد. هذه النادي كانت فكرة لمجموعة من الشباب شغوفين محبين لكرة القدم. كان ذلك في أواخر التسعينات، وكان لي الشرف أن أكون رئيسا لهذا النادي. بالنسبة للإكراهات التي واجهت الفريق، كان مشكل ديال الملعب اللي فرضت علينا العصبة، عصبة وسط شمالي بالمنطقة، ويكون بمواصفات معينة. لذلك اضطرنا أن نلعب جميع مقابلات الإياب كل من تيسا وغفصة ومن تيسا وعين عيشة عفوا تيسا وعين عيشة، ومقابلة الذهاب بكل من فاس، تازة، بهاليل، عين شقاق. هذا أدى إلى مصاريف زائدة على الفريق، ولكن الحمد لله كانت تضحية من طرف جميع الممارسين وأعضاء النادي أو أعضاء النادي، نعم، حيث تغلبنا هذا العائق والحمد لله. بالأخير أشكر الأخ بوجمعة وأتمنى له التوفيق واستمرارية هذا البرنامج، كما أتمنى التوفيق لجميع أندية ببني وليد، والسلام عليكم.